خير يا ابي، مين كان على الباب؟ هذا الشيخ ابو طاهر، بدي يعني يروح معه مع ابو العز لبيت ابو جبري. خير شو في؟ قال في كلام لازم نسمعه من حريم بيت ابو جبري. ايوه، وانت حتروح يا ابي؟ يا ابي هذا الشيخ ابو طاهر بعز علي، ما فيني خجله. ايه لازم تروح يا ابي، لازم. بس كمان في شيء لازم تعرفه حاكم، انا قلبي ناقزني من ناحية الجماعة. شو قصدك يا ابي؟ يا ابي بركي كانوا شارينا لأم جبري كمان لحتى تشهد معهم بشي فاينة، فأنت لازم يكون عندك علم إنه خديجة بنت لأم جبري في غرام وهيام بينها وبين سلفي خالي. يو أعوذ بالله، شو هالحكي؟ الله أكبر، شو هالحكي لك بنتي؟ يا لطيف، لك إيه لكان يا عمو لكان، أنا بعرف من زمان، بس كل الوقت كنت أقول نحن لا دخلنا ولا خرجنا، بس لازم أقول لك مشان إذا قالوا لك شي شغلة تعرف كيف تجاوبهم. لا تاكلي هم يا ابي، أصلاً هدول بيت أبو العز وولاده لازم نحط لهم حد. شو يا أبو جبري؟ بنتك وحرمتك جاهزين يحكوا مع الشيخ أبو طاهر؟ والله بتكون تعطوني حصة لأنه بيت ما له. شلون مو هون؟ مو أنت قلت لي بنتك بالبيت؟ إيه بس أنا يعني عذرونا يا أسيادنا، والله مثلي متكن هلأ خبرت بالموضوع. شو هالحكي يا أبو جبري؟ ومن ايمتى رجال البيت ما بيعرف بنته ايمتى عم تروح وايمتى عم تجي؟ ها شو عم تتحلى يعني؟ اما بعتت مشوار. احيد الله وتحسين، الغايب عذره معه، وهذا الحكي ما له لزوم. استعجل لي حرمتك، استعجلها. ايه 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 هلا ما راح تفهمونا شو سيره ولا هيك ما نضل مثل اطرش بالزفه؟ روي يا ام تحسين روي، الله يرضى عليك. ها هلا كل شيء بيظهر بيبان. شو بكون لك؟ صلوا على النبي يا جماعه. اللهم لا تعلي صوتك، اسكتي. وين البنت؟ وين بقى؟ لا تجي، صلي على النبي، صلي على النبي. والله لا اشرب من دمك، خلص حمي ذات الله. ما قلت لك ما لا تجي يا اخي. وين كنتي؟ وين كنتي؟ سكتي لحمك. اي وين كنتي لهلا؟ قلت لك عند رفيقتنا، عند رفيقتنا. حسابكم بعدين، والله لا ادفعكم، بس لا شوف المصيبه اللي محضرين اياها. شو في؟ شو صاير يا عمو؟ حضوات الحاره هن والشيخ ابو طاهر هون قاعد بدهم يسالونا كم سؤال. يا لقمتي، وهذا كل شيء صار يا اسيادنا؟ والله العظيم ما عم زل عليكم بحرف واحد. هذا الكلام مزبوط يا اختي يا ام جبري. يا شيخنا، ايه مزبوط والله. الله يخزيك يا شيطان. اقتنعت يا ابو تحسين؟ اقتنعت انه نحن ما عم نتبلاها لبنتك؟ عمي هذا الكلام كله كذب بكذب. استغفر ربك ابو تحسين، شو الحكي هاد؟ الجماعه شو لهم المصلحه يكذبوا؟ عمي قبل ما تبلوا بنتي روح سال ابنك خالد يا ابو العز. شو دخل خالد بالضرب كمان؟ ابو تحسين قل لي شو قصدك من هذا الحكي؟ ابو جبري هي بنتك برا، اسالها شو دخله خالد بالسيره. هو لك شو عم تحكي انت؟ شو ها؟ والله لا امسح رقبتك والله. اهدى يا ابو جبري اهدى، الله يرضى عليك اهدى. لك اذا بنته ما بيعرف وين رايحه، ابص ايدي اذا ما كانت مع ابنك خالد يا ابو العز. اهدى ابو تحسين اهدى احسن ما تطلع خورتي عليك. ها هو زعيم، ما في داعي تخور على حدا. ترى يعني انك انت زعيم تتبلى الخلايا كلها؟ اهدى ابو العز اهدى ورو. اتقوا الله يا اخوان وخلوا للصدح مطرح. شيخي هاي البنت على ما اسمع منك خليها تحلف انه لا شافته ولا حكيت معه لخالد لحتى نصدق كلامها. احكي بلي احكي حتى ما اطلع بروحك. احكي هلا يا بانت وخلصت السيرة يا عمي.